Pictures of Lenny, sipping my glass full of Henny. Hands on my semi, automatic kills for pennies. Approach for contact, cause I'm live, I'm on the block. Soon as I open fire, niggas die with open eyes. Scared to take a nap, it's a trap for long. جايب واحد يقلدني قصده إهانات نظام ريمم اللي ما تقدر تسويه حطه في الكليبات ايوه تقول لي والله هم قالوا لي هات الزبد قال مملوك ترقيع صبت فين اللي قيدني الخوال نفسي يقول عبد بس عنصري ويمه في نفس الوقت تقول انه نفسي اقول لك يا عبد ليش تدور على التعاطف كل ما ذبطتك الجلد ماني عنصري لكن لو كان في راسك عداها بعلمك دروس ابوك ما علمك اياها الحر يا راضي على الذل ولو كان وسط شبوك ما يتمسكن عشان كذا سميتك المملوك ويش الفايده تجيب بازوك البازوكه بتتفجر بيها ما راح تنحط في الشنطه صح لانك انت اللي بتنحط فيها ما راح احط في الشنطه انت تنحط في الشنطه كذا يهرج البزر لما ينحط في ورطه يقول لي حبي الغسيل يا واد مين كتب لك وقول اللي ماسك الحب اللي فيه تمعنينه يلبق لك ألجمك بحب الحذاء والصوت في رتفك دواء أم تطيق زي اللي قبلك انت وياهم سواء تنسلخ زي البهايم ما يحنن قلبي البكاء كلكم فناطل انتم في ساحتي غثاء تعال قدامي سوي كامستا وربي غير تتربط فينا وترمي في الشنطة ما راح تنحط في الشنطة حدك تتربط عندي بحب الغسيل ألجمك بحب الحذاء والصوت في رتفك دواء أم تطيق زي اللي قبلك انت وياهم سواء قم للمعلم وفيه التبجيل اللي خلالك قيمة بين الرابرز في هذا الجيل قم معلم وفيه التبجيل هذا أول الحين ما لك إلا أنك تشيل انت واطي أي قيم رمم يسمو الزخم من الأطفال قمم هنا الضرب من حديد أغرس سيوفي في منهارك تجيك على هيئة سطور تنحشر في الرد كالعادة وتقوم تسب الجمهور تحسبهم مماحين زي ما سميت اللي يسمعوك رضوا بوصفك الجلب ذي نوعية من يدعموك صبيت اسفلت على ظهره شخيت وتفلت على قبره لين صار يقول لي خلي الراب بعيد بلونة الراب مازالي هايط من بعيد مازالي رجع كلمات يجيب في نفسه هالعيد لو عداوتك راب طاعجك ما من جديد فخلي الراب بعيد لو قلبك حديد لين خيار عديد زعل مني شديد وفكر من باب الإغاظة لأنه رابر عميق كتب وقال باستفاضة أشوخ على قبره أشوخ في الخلاط عندك تبول لا إرادي خذ من روتي حفاظة يا صبي إلى متى وانت كذا ترجع في الكتابة يعني قل لي كذا انت طبيعي ولا انت بطيئة الاستجابة نجس يقول الخصومة بشرف عندي مبادئي الرمة في الرخاء مبدأ وفي الشدة أجيب سفاتي تقول أجيب سفاتي والله ما انت داري إن كان في سفتي لك بجيبه سفت الطواري بس انت عارف ما تسطى توقف جواري لأنك أغا يستأمنوك على الجواري يصبك في العلن من ورا الناس يمد الصفر مشروع حفرة لا تستغرب قد مشي في سبيل الحفر وتقول لي هدنة يا مريض على النقيض داعس وجهك لين أوصل روحك الحضيض Thank you.
حصل انه واحد يعني انا اعرفه طلع يعرف واحد من الشباب حقين مكه حلو. اللي هو داكلي يعرف داكلي فحب انه يعني زي ما تقول يقارب وجهات النظر وزي ما سمعنا من ذولا احنا نسمع من حقين مكه نسمع من الطرف الثاني تمام أيوه. اجتمعنا في بيت الرجال هذا اللي يعرفني ويعرف داكلي في مكه في بيت الرجال اجتمعنا فكان في رد نجيبه لكن حصل الصلح انه واحد من عندنا من العشيرة طبعا في خوي مشترك ما بين كلاش وما بين الشخص هذا اللي معانا في العشيرة فحاول يقدم الصلح يعني انا رحبت في الصلح في البداية لكن بعدين حطيت شروط لاني شوف بقوة الحق اخش في عينك واخذ حقي يا اللي زيه ما ينطب بالحق ولو نطق تأكد انه تلقم حق عبر الجسد يا واطي الشان انا لعن فنك مداسك اثبت يسأل عنك مداسي لو طار ما حيثبت الا في فمك عمك ايش خطك ما يرحمك توم يفقع لك فمك بغض ما تصفي فمك ما عندك الا النمك وينك يوم طبيت كنت نايم مع السمك شلينك الضعيف ولاني قلته ادعمك فلا تسووا فيها الجينجسترز لانه لعبة الراب ما هي جيم بس يقول عن بس ويندس اباكم تطلع في المقطع وقيا الصناديد اباكم تطلع وجيز طيب انت تعال مسكادي وانت باشر بيدي خد لك هذه انت عندي لك شيء دقيقة والهبل يجيب فيوس كل اللي سواه بربس وذا الغبي كتمية بار وانا وزنها بواحد بار بس القهاوي مجالس ولد اسكت نص جمهورك من طلاب المدارس ما همي ايش اسمك الناس تسمع راب جمهورك سطح اللي قنع نفسه انه المكبوس كابوس والمدعوس دائره اغرس سيوفي في منحرك تجيك على هيئه سطور تنحشل في الرد كالعاده وتقوم تسب الجمهور تحسبهم مماحين زي ما سميت اللي يسمعوك رضوا بوصفك الجلب ذي نوعيه من يدعموك امس وليش الشي بغايب لاني شفت اذنابك قلبه في نفس الوقت شي ممتع تشوف كلب تضارب مع ذنبه خلاص خلاص يا عيال خذوا بريك خمس دقايق فيقول اضغطوهم ضربات تصيبوا في العمق يا ناس لا تعبروهم تعال يا طبقة النعجة ايش قصتك تتمسكن عند الناس في كل دخلة وفي كل خرجة يقولوا طنواع الذكور يحدد سيره صادق يا واطي لو مو توجيهاتك ما جاء في خط غيره عوايدك تستعطي في الساتج عشان يصدق كيسك وتستغل رابر قاصر عشان يأمن طيزك كيف أطرف لك جلب قصتك عمك يعجز كلكم فرايس والعقاب عليكم أجهز مش قلت وممكن خانوا التعبير لكن أنا أطرف مو أنتوا شفتوني هو كلاش بنفسه ينزل دستات بنفسه نزل في داعش بنفسه نزل في المية بار ليش أطرف أحد هل أكون خايف من أحد مثلا رابر سيبو جمهوري جمهور العراق في الأرض 7 مليار نسم انت وجمهورك والتراب أغرس سيوفي في منحرك تجيك على هيئة سطور تنحشل في الرد كالعادة وتقوم تسب الجمهور تحسبهم مماحين زي ما سميت اللي يسمعوك رضوا بوصفك الجلب ذي نوعية من يدعموك كما قولت والتراب بنفسك حشيته في فمك مو من تراب لتراب يا غبي ذمك يهمك أفضل كاتب كلمات
خاطب ظرافة، ترى البعض من جمهورك بدأ يفتهم منك نصاب. رجل العصام يخوض حروبه بنفسه مو جبان، يقول لي شخص عشوائي انت اخويا روح سب لي فلان. يستغل الاعمار القاصرة مفلس قلمك ركيك وما راح يقوى بازياء المغاربة. عصامي اخوض حروبي مطلع الا ظافر، ادعس على الرقاب في الارض امرغ الخنافر. قسوة مجاهد غليظ ما يرحم الكوافر، مخالبي تنهش اكبادكم يا ذوات الحوافر. قول للناس انك ثابت وان اسمك مرتز، تلجع للاكاذيب تاكد ان اسمك مهتز. اسمي مرتز ما يهتز الربي يعتز، قد هزهزوك يا صبي وشفنا فخوذك تهتز. والشغب في السوشيال ميديا ترجمان لصرخاتك، يا ضعيف انا احطك في الجيب واشخ في خلاطك. قول الزعل مني شديد وفكر من باب الاغاظه، لانه رابر عميق كتب وقال باستفاضه. اشخ على القبر اشخ في الخلاط، عندك تبول لا ارادي وخذ من روتي حفاظه. يا صبي الى متى وانت كذا ترجع في الكتابه؟ يعني قول لي كذا انت طبيعي ولا انت بطيء الاستجابه؟ اضحك على الهطوف اللي ما يفهموا الراب، قول لهم وزنك ثقيل وانت اخف من وزنك ذبابه. كابر عندي الكم نص غاده، هون اللي تقول وحرفك مجاني، هرجك بالطول وثابت مكاني، هكسر وزاني بطول قصدو رماني، كفن والدول وكفن الثاني. طولك في الراب نفس طولك لانك نص رابر. يا خال والله دورك فيه فش صح، على قبل كده صورت مع المخرج ده. اطلع اطلع خليني اوريك الجتل الفوق. بس اللي خطفوني كانوا كيوت يا شيخ، حدد دول كيوت الوضع تصوير وبس عارف، وبعدين هو كمان وعدني بفيه. يلا يلا، واللي طلعوا معاك ما بيلقوا مني فكة، خيلان بسكيتات يا ناس واخذهم بسكة. من جدة جايب الفاشينيستا اللي يقول يا دكة، ما كنت اصدق اني بلقى سنادين في مكة. يا قيم يا واطي شان انا العن فنك، صادق يا واطي لو مو توجيه رمك رمك. فيديو كليب قدام الهرم، شايف انك اوطى من اكبر مومس في شارع الهرم. يوطى الناس بعد الفتحه سكوتك الزم، زي اللي يفتخر في مكه ويشخ في بير زمزم. باب الإغاظة، لأنه رابر عميق كتب وقال باستفاضة. أشخ على القبر أشخ في الخلاط، عندك تبول لا إرادي وخذ من روتي حفاظة. يا صبي إلى متى وانت كذا ترجع في الكتابة؟ يعني قول لي كذا انت طبيعي ولا انت بطيء الاستجابة؟ تقول انه نفسي اقول لك يا عبد، ليش تدور على التعاطف كل ما ذوقتك الجلد؟ ماني عنصري لكن لو كان في راسك عتاها، بعلمك دروس ابوك ما علمك اياها. الحر يا راضي على الذل ولو كان وسط شبوك، ما يتمسكن عشان كذا سميتك المملوك. عمك يشخطك ما يرحمك، دوم يفقع لك فمك، بغض ما تصفي فمك، ما عندك الا النمك. وينك يوم طبيت كنت نايم مع السمك؟ شلينك الضعيف ولاني قلت ادعمك. تقول اجيب سفاتي والله ما انت داري، ان كان في سفتي لك بجيبه سفتي الطواري. بس انت عارف ما تسطى توقف جواري، لانك اغا يستأمنوك على الجواري. ارص سيوفي في منحرك تجيك على هيئة سطور، تنحشر في الرد كالعادة وتقوم تسب الجمهور. تحسبهم مماحين زي ما سميت اللي يسمع
يسمعوك رضوا بوصفك الجلد ذي نوعية من يدعموك كما قولت والتراب بنفسك حشيت فمك مو من تراب لتراب يا غبي ذمك يهمك ما من جديد فخلي الراب بعيد لو قلبك حديد لين خيار عديد وتقول لي هدنا يا مريض على النقيض داعس وجهك لين اوصل روحك الحضيض مرتز ما يهتز الراب بي يعتز قد هزهزوك يا صبي وشفنا فخوذك تهتز عمك اشخطك ما يرحمك دوم يفقع لك فمك بغضم ما بس في فمك ما عندك الا النمك تنسلخ زي البهايم ما يحنن قلبي البكاء كلكم فناطل انتم في ساحتي غثاء يا صبي الى متى وانت كذا ترجع في الكتابه يعني قل لي كذا انت طبيعي ولا انت بطيء الاستجابه اضحك على الهطوف اللي ما يفهم الراب كلهم وزنك ثقيل وانت اخف من وزن الذبابه سطري عليهم سيف ماضي هذول البهايم ما تنوكل اقط فلوسهم على الفاضي الحر يا راضي على الذل ولو كان وسط شبوك ما يتمسكن عشان كذا سميتك المملوك قسوة مجاهد غليظ ما يرحم الكوافر مخالبي تنهش أكبادكم يا ذوات الحواف عصامي أخوض حروبي مطلع إلا ظافر أدعس على الرقاب في الأرض مرغ الخنافر ألجمك بحبل حذاء والصوت في ردفك دواء أم تطيق زي اللي قبلك انت وياهم سواء